السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. حياك الله خادم الزهرة، حيا الله خادم الحسين. الله يوفقك، الله يسر عليك. حياك الله سماحة الردود علي الشيباني، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بشرونا عنكم سماحة الردود، إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. والله أنت شلونك؟ والله أنا أبيض، بخير والله، والله أحببت أسمع منك نعي. يا الله. الإمام الحسن الله يسلمك. أحببنا نسمع منك نعي الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. سلام الله عليه. عظم الله أجوركم. آمين. نبغي نسمع نعي نعي. الله يسلمك، دقيقة بس دقيقة. حياك الله. يا الله. يا الله. يا الله. انعى يا الله. تسمعني؟ اي اسمعك. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابغى اسمع منك انت اولا بعدين انا بعد. الجزين بفوه وتدمع العين، تدمع العين. الجزين بلخوها وتدمع العين، بشرنا اخونا شلون يا حسين. بشرنا اخونا شلون يا حسين، اشوف النيلوج وحال الونين. اشوف النيلوج وحال الونين، يا نعمة عين اخوي الوالي الحنين. والله سمحت رد صوتك وحش او اقسم بالله. الوالي الحنين. كفاية كفاية، قلبت علينا المواجع. كفاية سماحة الردود علي. يا الله. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله أحببت أسألك سؤالا. اي تفضل. ما هي مهام الأئمة سلام الله عليهم؟ مهام الأئمة؟ الأئمة ايه الأئمة. اولا هم الطريق الواصل بين الله سبحانه وبينه، يعني هو اهم طريق، هو واهم عمل هو يعرفك بالله سبحانه وتعالى. لا سمحت، انت بتتكلم على كوبري يا ولد، هنعدي طريق واصل في مكان تاني. لا انا مقصدي يا سمحت الردود، مهام الائمه لاتجاه الامه، بيسووا ايش للامه؟ مهام الائمه تجاه الامه يقربك لله سبحانه وتعالى، اهم شيء اهم الصفات هو يقربك لله سبحانه وتعالى. طيب جميل جدا، يبقى صفات الائمه يقربوننا الى الله. طب والامام الثاني عشر لماذا لم يقربنا الى الله ومختفي؟ مو مختفي، هو مختفي بامر الله سبحانه وتعالى. ماشي، مختفي بامر الله، يبقى هو معطل الان؟ لا لا مو معطل. انت استفدت منه ايش؟ انا استفدت من عده. ايش؟ أنا الله سبحانه وتعالى رايد هالشيء هذا. أنت استفدت منه إيش؟ ماذا استفدت من الإمام الثاني عشر؟ لم نستفد. ماذا استفدنا؟ أنا أريد تطبيق عملي، لأن أنا من مصر وعندنا الموالين أبناء العامة بيسألوني يا سماحة الردود علي الشيباني، بيقولوا ماذا استفدنا من الأئمة؟ إدينا تطبيق عملي، ماذا قدم الأئمة عندكم للدين؟ أفا هرب وسكر خط، خلينا نجيبه تاني. خلينا نجيبه تاني. لا ده انت صوتك مش كفايه، اتحملت صوتك وجاي تسكر الخط. ده انا المفروض اخد جائزه على تحملي هذا الصمت. خلينا نجيبه تاني. لا يريد ان يرد والله. والله لا يريد ان يرد، اصل السؤال صعب الرد عليه، لكن قول لي لك 100 وهيسمعك صوت مقزز. انا يعني مش عارف والله
يعني حتى ذوقيا يا شيعي، سيبك بقى لا دين ولا سنة ولا شيعة، ده يتسمع له، ده تجلس تحت ايده تسمعه، ده انت يجي لك اكتئاب نفسي. مش عارف بيسمعوه ازاي دوت. الردود علي الشيباني، وردود كبير عندهم، لكن لا يستطيعون الإجابة. مهام الأئمة ايه؟ هل بلغوكم دين؟ هل نشروا دين؟ ده كانوا بيستخدموا التقية ويخفنوا الدين. فما هي مهام إمامك الثاني عشر ولم يفعل شيء؟ كان معكم الردود الشيعي علي الشيباني.